عليكم. بعد ما عرضنا عليكم الجزء الأول من مشروع طريق السيار اللي يربط مدينة تيزي وزو بطريق السيار شغال على مستوى بلدية الجباحية في ولاية البويرة وعلى امتداد حوالي 50 كيلومتر، إذن في هذا الإطار اليوم نعرض لكم الجزء الثاني من هذا المشروع الهام جدا، واللي رغم يعني طول ديالو اللي ما يعتبرش يعني كبير يعني 50 كيلومتر، فحيث أنه يقع في منطقة ذات تضاريس جد صعبة يعني تطلبت يعني إنشاء عدة منشآت فنية، بعض منها عملاقة كالجسر اللي يقع على مستوى الجباحية بالقرب بالبلدية القادرية. إذن فيه يعني منشآت فنية وجسور وأنفاق جد معقدة. نخليكم تتابعوا هذا الجزء الثاني من المشروع نتاع طريق السيار اللي يربط مدينة تيزي وزو إذن بطريق السيار شغرب على مستوى بلدية الجباحية. ولمن لم يشاهدوا الجزء الأول من هذا الروبورتاج نخلي لكم الرابط نتاع الفيديو نتاع الجزء الأول في صندوق الوصف أو في أول تعليق إذن من هذا الفيديو. إذن ومتابعة شيقة والسلام عليكم.